بيضة يا روحي. اهلا، ازيك حبيبتي؟ انا قلت عامله حاجه حلوه بقى، مش ممكن ابدا ما تدوقيش من عمايل ايدي. ما كانش لزوم تتعبي نفسك. يا خبر، تعالي بس، تعالي تعالي. طيب قولي لي تحبي تشربي ايه؟ ينسون، اصل معدتي تعباني قوي والدكاتره محرقين عليا اشرب الشاي والقهوه. سلامتك، الف سلامه. ثانيه واحده. ميرسي. بتعملي ايه؟ لا ابدا والله يا اختي، ده انا بس فار فار والله، وكنت قلت الحق قبل ما يخش الاوضه. انت عايزه ايه بالظبط؟ مش عايزه حاجه، انا قلت بس اجي ازورك. اه والله، بس شوفي انت هنا مالكيش غير الايجار اللي بتاخديه مني اول كل شهر، وانا اللي بيني وبينك عقد، لما يبقى ينتهي نبقى نتكلم، ولما انت ضفتي واسمح لك انك تقعدي في حته ما تتحركيش منها، والا معنى كده انك ولا بتحترمي المكان ولا بتحترمي صاحبته، ولو ما بتحترمينيش يبقى من فضلك ما تخشيش هنا تاني. حلك حلك يا حبيبتي، صاحبته ده ايه؟ ده انت حالة قاعده هنا بالاجره. ايوه اجره، اللي بتاخديها مني كل شهر، واللي هي مخلياني صاحبه المكان ده. وبعدين لما انا مش عاجباكي اجرتيلي البيت ده ليه؟ بصي بقى من الاخر، البيت ده يا حبيبتي ليه سمعته. احنا بقالنا سنين عايشين هنا، عمري ما حد جاب سيرتنا بكلمه وحشه. اللي عايز يجي يقعد هنا يقعد بادب ويحترم سمعته، واللي مش عاجبه مع السلامه يا حبيبتي والقلب دعيله. ايه ده الجنان اللي انت بتقوليه ده؟ سمعه ايه الهبل ده؟ هبل هبل، انا بتقولي لي هبل؟ خلي بالك، ده اخر انذار انا بقوله لك. انا عندي بنت وعايزه اسطرها، والناس سمعه من الاخر يا حبيبتي. امشي اطلعي بره. ايوه بره بره بره. انت بتطرديني؟ اتفضلي روحك، استني هنا، خدي البتاع ده. ايوه يلا يلا، روحي بقى سطري بنتك ولا شوفي بتعملي ايه. يلا بره. يا لهوي، جاتك القرف. ست مجنونه متخلفه. يا ولد، يعني ايه ما قلتلهاش؟ ما كنت قلتلها وخلصنا. ما جاتش فرصه. عادي يا حاجه. يعني ايه ما جاتش فرصه؟ هما كلمتين ورد غطاهم. المره الجايه ان شاء الله. وبعدين يعني بنتك رباب مش هتتجوز الا بعد ما السنه تخلص. وايه لازمه العلام؟ هي هتكون دكتوره ولا وزيره؟ وليه ما تبقاش عاد؟ انا مش عارف انت مصغره ببتك ليه يا حجه. انت ليه كده يا جابر؟ مش كفايه ان انت سايبها في بلد غريبه لوحديها؟ من يوم ما سابتنا وانا ما بشوفش النوم، عقلي عمال يودي ويجيب. طمني قلبك، بنتك عارفه بتعمل ايه كويس، وانا مش ممكن اخيب املها واصل. بنتك طيبه وبنت بحري ملوعين وبيتكلموا بالعين والحاجب وقادرين، اخاف تتعلم منيهم. لا اطمني يا حجه، رباب بنتنا غيرهم خالص. من عشر الجوم يا حاج. بقول لك ايه يا حجه، قلت لك طمني قلبك. ها؟ أنا راجع مبسوط، وبنتنا ما شاء الله زينة، بقى لها 3 سنين وما حصلش حاجة شينة. يبقى إيه؟ نطمن وبقى وخلاص، فات الكتير، كلها كم شهر وهتاجي وتقعد معاك على طول وتقوى في حضنك يا حجة. يبقى نهدى بقى وننامه ولا نعدد طول الليل؟ أنام؟ مش هنام ولا يهدى لي بال غير لما بنتي تاجي واشوفها بعيني. صباح الخير. صباح الفل يا احمر. نمتي كويس؟ يعني معلش. سلامتك. ما تقلقيش عليا، انها سليمه. جود مورنينج. جود مورنينج. صباح الخير. صباح النور. ايه شكلك كده اتصاحبتي عليها؟ اسكتي، مش طلعت دفعتي؟ لا. لا بقولك ايه، انتوا كده كترتوا قوي في البلد وانا ابتديت اتشائم. ما انا قلتلك اسمعي كلامي وخليكي كده سنجلية. لا مش هسمع كلامك، انا غيرك. وانا بقولك اهو، انا لازم اتجوز، ويا تلحقوني يا ما تلحقونيش. بكره فعلا تقولي الحقوني. صباح الخير. صباح الفل، ازيك يا عماد؟ كويس.
ايه؟ في ايه؟ يا بنت ده انا بفهمك وانا مغمضه، عايزه ايه من الواد الغلب ده؟ مش عايزه منه حاجه يا اختي، اصل ابن خالته طلع بيشتغل في شركه بترول، فانا بقى خلاص ما تكمليش، عرفت كل اغراضك الدنيئه. الو؟ ايه يا فندم؟ ثانية واحدة أكون عند حضرتك. أوكي يا فندم. مفيش غيري في أم الشركة دي كل شوية طالعة نازلة طالعة نازلة. المدير عايزك؟ سلام. المدير مش قادر يستغنى عنك، لعبت قوي. بتحترمي نفسك يا بنت أنتِ. أنتِ عارفة الراجل ده لو كنت أنا مكانك ما ياخدش في إيدي يومين، إنما أنتِ خايبة. ده قد أبويا. إنما فلوسه بقى تخليه صغنون، كتكوت، كيوت. ده ممكن يبقى أصغر مني أنا كمان. الجيوت؟ متحرشة قوي، هبلة قوي. لا مش كتير، بس أول ما أخلص ممكن أكلمك. أوكي، أنت خلي بالك من نفسك. باي باي. بصي يا دينا. نعم. أنا جاية أنبهك لحاجة مهمة جدا. خير؟ بما انك بقيتي صاحبة ليلى فانت بقيتي صاحبتي انا كمان بالتبعية. اوكي؟ اوكي تمام. وبما انك بقيتي صاحبتي كنت بتكلمي مين دلوقتي؟ واحد. هي بداية مبشرة، بس مين بقى الواحد ده؟ جاست فريند. طيب هعمل نفسي مصدقاكي، بس هعرف يعني هعرف. اوكي؟ اوكي باي باي دلوقتي. باي. ايه ده؟ حسين؟ اوعي ايدك دي؟ بكلمك طول الليل امبارح ما بترديش، وبعدين قفلت التليفون، ممكن افهم؟ مش هينفع نقف نتكلم في الشارع كده. طب نروح نقعد في اي حته. انا عندي شغل دلوقتي وبعد كده عندي محاضرات، نتقابل بعد كده. وانا بقى افضل مستنيك لغايه ما تخلصي كل وراكي عشان افهم اللي انا عايز افهمه. وطي صوتك حسين، انا تعبانه بجد. وانا على اخري، وقلت لك 100,000 مره قبل كده ما بحبش حد يعملني بالطريقه دي، وما بحبش اقفل التليفونات. وطي صوتك، مش هينفع نقف نتكلم في الشارع كده. وانا كل ما اكلمك تقول لي مش هينفع نقف نتكلم. انا مش عارف صغير قدامك. وبعدين بقول لك ايه، زي ما انا ما بحبك تحبيني قد ما بحبك 100,000 مره. انت لما بتتصلي بيا برد عليكي حتى لو كنت نايم، ولو ما كنتيش هتحبيني قد ما بحبك يبقى انفضاح سيره.